السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. بحب أرحب فيكم معي، إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. اليوم رح نعمل كوارب البيزا التركية أو الفطائر التركية، رح نعملهم بكذا حشوة. وصفة طيبة جدا. خلونا نشوف مكونات العجينة مع بعض. رح يكون عندي 5 كاسات من الطحين الأبيض متعدد الاستعمالات، طبعا بنحرص إن ننخل الطحين دايما. 2 فاترات من الحليب، الحليب لازم يكون فاتر. 1/2 كوب زيت زيتون، 2 ملاعق من الخميرة، 1 ملعقة من السكر، 1 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، طبعا كمان 1 ملعقة صغيرة من الملح. هنا زي ما شفتوني نخلت الطحين، بجيب ضفت شوية حليب بالصحن، رح أضيف عليه السكر والخميرة، وكمان رح أضيف زيت الزيتون معاهم وأخليهم يتخمروا على جنب. بنحرص إنه هيك وبنتأكد إن الخميرة تكون فعالة لما بنخمرها على جنب. اللهم صل على سيدنا محمد. هاي الطريقة جدا ممتازة، والعجينة والمقادير كثير كثير ناجحين لأي نوع من المعجنات. كمان فيكم تستخدموا هاي العجينة. هون طبعا تركنا الخميرة تتخمر. هلأ طبعا بعد ما تخمرت عنا، هون الخميرة كانت متخمرة فضفناها مع الحليب والزيت والسكر على الطحين، ورح نبلش نعجن فيهم. ضفت الملح، ضفت كمان البيكنج باودر، ضفت كمان معاهم 1 ملعقة من الخل. الخل برضو بيعطي لون حلو للعجينة وكمان ممتاز. بنضل نعجن فيهم لحد ما تتكون عنا عجينة مطاطية، يعني تكون مش رخوة وتكون متماسكة في نفس الوقت تكون مطاطية. بعد ما عجناها منيح رح أجيب تقريبا 2 ملعقة كبار من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، بضيفها برضو بعجن العجينة مع الزبدة، بتعطيها ملمس كثير كثير حلو، وكمان الزبدة بتعطي طراوة للعجينة. طبعا هون بعد ما عجناها هلأ بنضل نعجن فيها لنحصل على قوام وملمس حلو. رح أجيب صحن ثاني رح أرش فيه رشة زيت زيتون وأدهنه أدهن الصحن أسفله وأطرافه بهذا الشكل بالفرشاي، ورح أدهن العجينة فيها برضو وأتركها تتخمر مدة ساعة لتنتفخ وتتضاعف معاي العجينة. طبعا هون هلأ بدنا نشوف الحشوات اللي بدنا نستخدمها. عندي هون تقريبا أقل من 1/2 كيلو من اللحمة، بندورة، فليفلة ملونة، كنت برشيتهم برش مع بصل، كمان عندي جبنة، نوعين جبنة، عندي كمان سبانخ. السبانخ كنت حسيته شوية بشوية زيت زيتون على الغاز في المكلة، إشي بسيط بس يتدبل. كمان برضو رح نضيف البيض، عندي بهارات هون. رح نجيب اللحمة، اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا رح أذكر جميع الحشوات ورح أذكر جميع البهارات في صندوق الوصف، دايما أنا المقادير دايما بوضعها بصندوق الوصف. عندي هون البهارات، عندي 1 ملعقة من بهار مشكل، 1 ملعقة بابريكا، ملح، 1/2 ملعقة من الكمون، رشة من الكرفة طبعا، وضفت عليهم تقريبا 2 ملاعق زيت زيتون علشان اللحمة ما فيها دهن كثير، فضفت زيت الزيتون علشان يعطيها طراوة. طبعا بنعجن وبنخلط جميع المكونات منيح منيح وبنتركهم على جنب. هون بعد ما تخمرت العجينة شوفوا كيف تضاعفت ما شاء الله، يعني أنا تركتها تقريبا 45 دقيقة، فيكم تتركوها ساعة. هلأ رح نقطع العجينة، بجيب صينية برش فيها رشة طحين ورح نضيف العجينة على الخشبة ونبلش نقطع فيها بهذا الشكل إلى أجزاء. تقريبا قطعها إلى 8، يعني بتحصل على 8 ل7 حبات من الفطاير. طبعا نعملها بهذا الشكل، بنكورها بهذا الشكل براحة إيدينا. هذا الشكل تكون عنا جاهزة. اللهم صل على سيدنا محمد وآله أجمعين. بنرش عليهم شوية طحين طبعا، بنغطيهم
وبنتركهم يرتاحوا كمان 10 دقائق، لأن كل ما ارتاحت معنا العجينة كل ما أعطتنا نتيجة أفضل. هون هلا بعد ما ارتاحوا رح أجيب ورقة من الزبدة وثبتها على السطح، رح أبلش أفرد فيهم. طبعا رح أستخدم الشبك، رح نفردهم فرد طولي بالأول علشان رح تكون الفطيرة معنا بشكل طولي على شكل القارب. اللهم صل على سيدنا محمد. أنا استعنت هون بالشوبك أو المرك، رح نفردها بهذا الشكل. وفردة بسيطة من النص، وهيك رح تكون معنا فردة العجينة. هلا طبعا رح استخدم اللحمة، احشي هاي باللحمة. الفطيرة هاي اللي باللحمة طلعت كثير كثير طيبة. طبعا بنسكرها بهذا الشكل، بنلم الأطراف بهذا الشكل وبنحصل على هاي الفطيرة. رح أعمل كمان واحدة. جدا سهلة يعني، وفيها فيكم يعني تحضروها وتكون يعني وجبة غداء أو وجبة عشاء، على الفطور كمان بنتناولها. يعني في كل أوقات إن بنقدر نتناول هاي الفطيرة. هون بعد فردنا كمان عجينة، أضفنا عليها السبانخ. طبعا السبانخ أنا كنت ضايفة عليه ليمون طبعا وملح وفلفل أسود ورشة سمك. بنلم العجينة بهذا الشكل من الأطراف وبنسكرها من الأطراف برضو، نحصل على هاي وبنشيلها وبنحطها على الصينية اللي رح نخبز فيها. عملت كمان واحدة برضو من السبانخ، عجينة السبانخ كانت برضو طيبة. وفيكم تضيفوا كمان جبنة مع السبانخ إذا بتحبوا، بس أنا يعني عملت الجبنة لحالها. نفس الطريقة بنلمها بهذا الشكل وبنضغط على الأطراف. سهلة جدا يعني، التطبيق سهل جدا ما شاء الله. العجينة يعني كثير كثير كانت ممتازة. هلا بعد ما حشناهم رح أجيب بيضة وضفت على البيضة كمان ملعقة من الخل وحركته. رح أدهن الأطراف بالبيض. البيض بعطيها يعني لمعة ولون حلو لما بتتحمر معنا. ضفت هون على اللحمة حبة بيض، رشيت عليها رشة ملح وفلفل أسود. بالنسبة للحشوات انتو يعني بتضيفوا الحشوات اللي انتو بتحبوها برضو. زيناها بحبة البركة، فيكم كمان تزينوها بحبة البركة والسمسم، بس انا اكتفيت بحبة البركة. كمان عملت كمان بالجبنة، جبنة بيضة وجبنة موزاريلا، بنخلطهم مع بعض، رشة فلفل رشة ملح وبتكون عنا جاهزة هاي الحشوة. نفس الشي برضو رشيت عليهم، زينتهم بالبقدونس وزيناهم كمان بحبة البركة. جدا جدا الحشوات كانت رائعة، يعني تغيير عن السفيحة وعن المعجنات الثانية، إشي جديد بنعمله لأولادنا لبيتنا. كمان طيب كثير في العزائم برضو. نكرر نفس العملية، بندهن بيض وبنرش بحبة البركة. إذا ما في عندكم حبة البركة فيكم تزينوهم بالسمسم أو تزينوا بالسمسم حبة البركة. وهيك صاروا عنا جاهزين. طبعا بندخلهم الفرن بدرجة حرارة 470 فهرنهايت. هنا ورجيكم اللي عملناها بالجبنة، ضفنا الجبنة البيضة والجبنة الموزاريلا وحطيت كمان رشة حبة البركة عليهم. طبعا كنت حاطة كمان أنا ضيفة رشة فلفل أسود بسيطة جدا، رشة بسيطة للجبنة من الملح كمان. وهاي كانت حشوة الجبنة، جدا كانت لذيذة.
رح نعمل كمان واحدة. برضو حطينا هون الجبنة البيضة، الجبنة البيضة نمزجها مع الجبنة الموزاريلا، كثير كثير طيبة، أو المكسيكان تشيز جدا رائعة. زيناهم كمان بشوية بقدونس. فيكم كمان تضيفوا حشوة دجاج مع الخضرة، بس أنا ما ضفت الحشوة هاي، بس فيكم تضيفوها دجاج مع خضرة، فليفلة وبصل أو فطر أو جبنة، بتطلع كثير طيبة. وهاي كانت وصفتنا، بتمنى الوصفة تكون عجبتكم. إذا عجبتكم اكتبولي في التعليقات، ولو سمحتوا شير لايك سبسكرايب، شاركوا الفيديو، فعلوا الجرس، اكبسوا على زر الإعجاب إذا عجبكم الفيديو. طبعا هون بنقدمها، بنقطعها طبعا إلى شرايح وبنقدمها بهاي الطريقة، طبعا مع كاسة شاي كثير كثير طيبة. شوفوا العجينة كيف ممتازة وناجحة معنا وما بتتكسر ما شاء الله، يعني كانوا بيفتحوا النفس. وبالنسبة لعائلتي عجبتهم كثير الوصفة، وأكيد رح أكررها. بتمنى إنها تكون عجبتكم واستفدتوا منها، واستنوني بفيديوهات جديدة. وشكرا لكم، وباي باي. Thank you.